تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للهجمات الإلكترونية التي قد تطلقها إيران ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية هذا الأسبوع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب ما يقول خبراء الأمن السبراني والاستخبارات. وأكد نورم رول المدير السابق لقسم إيران في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية وفقا لموقع نيوز ماكس إن طهران سوف تستجمع قواتها الإلكترونية ردا على العقوبات. وقال رول إن المرحلة الحالية هي مواتية لاستخدام إيران الهجمات السبرانية، موضحا أن الهجوم ربما لا يكون مدمرا إلى درجة تدمير العلاقات الإيرانية الأوروبية بشكل نهائي، إلا أنه أكد أن إيران تعي تبعات هذه الهجمات إذا ما قرروا القيام بها.